السلام عليكم، حياكم الله يا حبايبنا، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ اشتقنا لكم، الله يعطيكم ألف 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 عافية. اليوم نغير شوي عن التنسز، خلاص خلصنا من التنسز، احنا ماشي نظلنا معلقين على التنسز، ماشي نظلنا معلقين على الأزمنة. طب الأستاذ خالد أبو عيشة شو بده يعطينا اليوم؟ اليوم يا جماعة بدي أعطيك فقرة، أول فقرة موجودة في الكتاب اللي هي فقرة The History of the Computers اللي هي تاريخ الحواسيب. لكن قبل ما أحكي لك عن تاريخ الحواسيب بدي أعطيك ملخص الأشياء اللي أنا بدي أعطيك إياها، بدي أشرح لك إياها الأشياء اللي أنا بدي أعطيك إياها وبدي أشرح لك إياها. عندنا هاي الدوسية تبعت الوحدة الأولى، طلعوا يا جماعة وجيت اتفقدت أنا وياكم مع بعض على هاي الدوسية اللي أنا بدي أعطيكم إياها أو بدي أشرح لكم عنها. أول شيء أنا حاطط معني اللغة العربية واللغة الإنجليزية مع بعض، هاي المعاني اللي أنا بطلبها منك والأشياء اللي بطلبها منك تحفظ معي أول بأول، تحفظ معي مين؟ أول بأول. مثلا اليوم أنا بدي أبلش في فقرة The History of Computers اللي هي تاريخ الحواسيب. هذول الكلمات والتمارين بيختصن مين؟ بيختصن بفقرة تاريخ الحواسيب في اللغة الإنجليزية، هين هذول بيختصن فيهن. أنا اللي بتسوي التالي كل ما أشرح فقرة وراح أورجيك كيف تتعامل مع الفقرة، كيف تتعامل مع أسئلة الفقرة، لكن كل ما أشرح فقرة راح أعطيك مباشرة معانيها. هاي كل فقرة عندنا الوحدة الأولى في عنا يا جماعة ثلاث فقرات، هذول المعاني بيختصر مين؟ فقرات الوحدة الأولى فقط، وتمارين الوحدة الأولى. هذول التمارين الموجودات في الكتاب، واعتمدوا يا جماعة اعتمدوا التمارين أنا حاطها في الكتاب، أنا جايبها حص يعني نفس الموجود في الكتاب، لأنه عنا الكتب صار كل شيء يجي عنها. وانتوا شفتوا فرحة الناجحين، يا رب الفصل القادم يا جماعة نشوفكم في أعلى العلامات بإذن رب العالمين. بإذن مين؟ رب العالمين. هذا عندي أول فقرة اللي هي فقرة The History of Computers، فقرة تاريخ الحواسيب. أستاذ خالد باشا كيف بدي أشرح لنا الفقرة؟ هسا بشرح لك إياها، بدخلها في رأسك وبخليك تطلع فيها وحش وحش وحش. إيش بدك يا أستاذ؟ جماعة هاي فقرة بعطيك إياها، بشرح لك إياها، بفلي لك إياها، بكتب لك كل المعاني اللي أنا بدي إياها، كل إشي بدي إياه بعطيك إياه. أنت إيش مطلوب منك؟ مطلوب منك التالي، تيجي على الفقرة هاي مثلا، الفقرة كلها تقرأها إنجليزي عربي مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة يا سيدي، إنجليزي عربي قرأ. طب أستاذ ليش؟ عشان المعلومات والأفكار تثبت برأسك، يعني عشان تثبتها في رأسك. طب ماشي أنت قرأتها، إيش تسوي؟ تيجي على الفقرة الأولى هيو الفيرست باراجراف، بتطلع منه الكلمات الصعبة اللي أنت مش عارفها تحفظ ليها، كلمات الصعبة اللي أنت مش عارفها تحفظ ليها بعينك الله، هذا الحكي بدك تمشيه. بس تطلع الكلمات الصعبة، بترجع بتحاول تترجم لحالك من دون ما تتفرج على الترجمة. فقرة فقرتين ثلاثة أربعة خمسة بصير عندك كومة معاني، تحس حالك انك متطور واحسن من اول. يلا نبلش في هذه الفقرة الاولى اللي هي فقرة مين؟ اللي هي فقرة The History of Computers. افهمكم اياها واطلع لكم اياها ان شاء الله صح الصح مع بعض. ركزوا معي، The History of Computers. History يا جماعة معناها تاريخ كمبيوترز الحواسيب، بدنا نشوف تاريخ الحواسيب. وما حدا يسأل حاله في معلومات حقيقية، في معلومات في الكتاب كلها مش حقيقية، في معلومات حشوات مش صحيحة، احنا المهم ندرس ونفهم. بس هنا ايش بحكي لي؟ When you are using، when معناها عندما، you are using، كلمة using معناها تستخدم، كمبيوتر الكمبيوتر، عندما تستخدم الكمبيوتر think، فكر، about حول the technology، عندما تستخدم الكمبيوتر فكر في التكنولوجيا ذات، التي is needed، راح نأخذها هي قاعدة الباسف، احتيجت له، for it له. كمان مرة عندما نعرف انت عمين تعود، عندما تستخدم الكمبيوتر فكر حول التكنولوجي
التكنولوجيا ذات از نيدد التي احتاجت له لمين؟ للكمبيوتر. يعني انت هي يا جماعه اذا جاب لي اياها في الامتحان عمين تعود على الكمبيوتر بيجيبها، وراح افهمك هسه كيف تتعامل مع الاسئله. عندما تستخدم الكمبيوتر فكر حول التكنولوجي، التكنولوجيا التي از نيدد احتاجت له لمين؟ احتاجت التكنولوجيا للكمبيوتر، احتاجت له تو ورك، تو ورك للعمل، للعمل. طيب people have been using، using معناها استخدم، using ايش معناها؟ استخدم، استخدم الناس types، types معناها انواع، انواع من مين؟ of computers، من الحواسيب. استخدم الناس انواع من الحواسيب for thousands of years، لالاف years، السنين، السنوات. تمام، لو جيت ركزت شوية عندي جايني هنا فور مع وقت، وهي دليل من أدلة مين؟ مضارع تام مستمر أو مضارع تام، فهي استخدم لمين؟ مضارع تام مستمر. استخدم الناس أنواع مختلفة من الكمبيوترات لآلاف السنين. في إشي يا جماعة كان اسمه الميتال ماشين، كلمة ماشين معناها آلة، ميتال معدنية، في عندي آلة معدنية، هاي الآلة واز found، وجدت. راح يسألني سؤال يحكي لي أين وجدت أول آلة معدنية، بدك تحكي له وجدت هذه الآلة on the seabed. seabed معناها قاع البحر. شو معناها قاع البحر؟ طب وين؟ في دولة اسمها غريس. ايش اسمها؟ غريس. شو يعني غريس يا أستاذ؟ دولة اسمها اليونان. هذا الحكي كان قبل that was more، أكثر من ذان معناها من 2000 years old، عمر هذا الكلام قديش؟ أكثر من 2000 سنة. old معناها عمر. تمام، it is believed، it is believed معناها اعتقد ذلك، إنه this، حط لي خط تحت this، this معناها هذا، this يا جماعة تعود قصده فيها على الميتال ماشين، بيجي بحط لي خط تحت this وبحكي لي this عمين تعود، وهسه بفهمك الأسئلة بس أخلص الفقرة. واعتقد ذلك إنه هذه اللي هي الميتال ماشين was، كانت the first ever computer، أول كمبيوتر. اعتقد أنه هذه الآلة كانت أول كمبيوتر. يا سلام يا سلام، معقول يا أستاذ معلومة صحيحة؟ يا أستاذ والله كذب، معقول عمره أقدم كمبيوتر 2000 سنة؟ أنا بصدقش ولا أنت بتصدق، لكن إحنا عندنا معلومات بدنا نمشي عليها، صحيحة مش صحيحة، أنا عندي الموجود بشتغل عليه. ممكن يجي يسألني وين أقدم كمبيوتر؟ اكتشف وين؟ وين؟ في سيبد انجريس. متى؟ قبل اكثر من 2000 سنه. طب شو اسم اقدم كمبيوتر؟ تحكي له ميتال ماشين. هاي فقرة الاولى، بنط انا وياكم على الفقره ايش؟ فقرة الثانيه اللي هي سكند باراجراف، والكل ركز معي الله يرضى عليكم. في السكند باراجراف حبايب بحكي لي هان in the 1940s، in the 1940s في شغلة بتحكيها هان، حاط لك 1940. لما يحكي لي 1940 يعني سنة 1940 بس سنة واحدة. طب اجي هان حط لي اس، اس ايش؟ هذه اس الجمع، يعني الاربعينيات. ايش يعني الاربعينيات؟ كيف الأربعينيات؟ 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49. لما تلاقي سنة، بس مش أي سنة، مش يحكي لي 1946 وأس بتجيش، هو بس بتيجي مع أول السنة، يعني 1940، 1950، 1960، وحط لي أس، صارت أس الجمع، بسموه أس العقد. فهنا بحكي لي in the 1940s في الأربعينيات، وين؟ في الأربعينيات. إيش اللي صار يا أستاذي في الأربعينيات؟ تكنولوجي، التكنولوجيا had developed، had developed معناها تطورت، تطورت التكنولوجيا يا جماعة الخير. enough، enough معناها بشكل كافي، تطورت التكنولوجيا بشكل كافي لمين؟ for inventors، inventors معناها للمخترعين. تطورت التكنولوجيا آسف بشكل كافي للمخترعين to make، make معناها لصنع the first generation، first أول generation جيل، لصنع أول جيل من المودرن كمبيوترز، من الكمبيوترات مودرن الحديثة. راح يسألني سؤال متى طورت أو متى طور العلماء أول جيل من الكمبيوترات الحديثة؟ تحكي له في الـ 1940s، في 1900 أو في الأربعينيات.
وصلت؟ طيب وان ساتش موديل، اول موديل، موديل تعود على مين؟ على الكمبيوتر. يعني نحكي احنا عن مين؟ نحكي عن كمبيوتر. اول موديل من الكمبيوترات هو سو لارج. شو يعني لارج؟ كبير. اول موديل كان كبير. طب اعطيني دليلك انه هذا الموديل كان كبير. That it needed. It عمين تعود؟ it تعود يا جماعة على الموديل أو على الكمبيوتر. بس إذا أجاك بحط لك يا هاي يا هاي. That it needed. هذا الكمبيوتر needed. وانت بتعرف it تعود على مفرد غير عاقل. هذا الكمبيوتر احتاج روم. روم معناها غرفة. هاي الغرفة تصل إلى مساحتها was 167 167 سكوير مترز، متر مربع. To accommodate، accommodate معناها تستوعب. إيش معناها؟ تستوعب، تستوعب. it it تستوعب مين؟ إحنا مين بنحكي يا حلوين؟ تستوعب تعود على الموديل اللي هي الكمبيوتر. وصلت؟ ديروا بالكم عليها. During that decade. طيب اسمعوني شوية، اسمعوني وركزوا معاي في الاشي اللي انا بدي احكي لكم اياه حبايب. هسا احنا حكينا 1940 لما يحط لي معها اس يعني الاربعينيات. طيب افرض يا طويل العمر اجى حط لي هان كلمة ديكيد. كلمة مين؟ ديكيد. تعرف شو معنى ديكيد؟ ديكيد معناها عقد، والعقد مدته 10 سنوات. قديش مدته؟ 10 سنوات. والعشر سنوات يا حلوين بدل ما اجي اكتب لك 1940 احط لك اس، انا باجي بحط لك ديكيد. ديكيد عمين تعود على الاربعينيات. فهنا بنرجع عليها. فبحكي لي هان يا جماعه ديورينج معناها خلال ذلك الديكيد. ديكيد معناها العقد اللي هو مدته 10 سنوات. ديكيد عمين تعود؟ تعود على الاربعينيات. اللي صار انه ساينتست العلماء ان انجلند في انجلترا ديفلوبد، طور العلماء في انجلترا طوروا ذا فيرست كمبيوتر بروجرام، اول برنامج كمبيوتر، اول برنامج كمبيوتر طور العلماء في انجلترا. اول برنامج كمبيوتر، راح يسالني سؤال متى طور اول برنامج كمبيوتر؟ شو بحكي له؟ في الاربعينيات. طب استاذ وين كلمه الاربعينيات؟ هيا ديكيد. طب ديكيد عمين تعود؟ على الاربعينيات. طب وين طوروا يا استاذي؟ هيو العلماء في انجلند في انجلترا طوروا اول برنامج كمبيوتر، بروجرام برنامج. طب استاذ انت حاط لي خط تحتيها. انا حاط خط تحتيها. طب ليش؟ لانه هي معاني لما اعطيك اياهن. ات يا استاذ تفرج لي عليها. عمين تعود؟ ات تعود يا الصديق العزيز على ذا فيرست كمبيوتر بروجرام. ات تعود عليها. طور العلماء اول برنامج كمبيوتر التوك. هذا البرنامج اخذ 25 minutes 25 دقيقه to complete لاكمال one calculation اول عمليه حسابيه، لاكمال اول عمليه حسابيه. وصلت؟ هسه بطيء ولا سريع؟ يعني واحد زائد واحد 25 دقيقة. راح يحكي لي اعطيني الجملة اللي بتحكي هذا الكمبيوتر سلو. شو يعني سلو؟ بطيء. هيو اخذ 25 دقيقة. طيب خلصنا من الاربعينيات. هذا ايش بحكي لي؟ ان 1958 هذه قصده فيها مش الخمسينيات، هو طالب مني سنة واحدة اللي هي 58. طالب مني مين؟ 58 يعني سنة واحدة. في 58 The computer chip تم صناعة chip. chip معناها يا جماعة رقاقة، شريحة، رقاقة كمبيوتر صغيرة زي الرام. هاي الرقاقة تستخدم للتخزين وتسريع عمليات مين؟ الكمبيوتر. هاي الرقاقة was developed طورت. طبعا الجمل باسف هاي طورت، راح نأخذه كله. فقرة وراء أو السطر وراء. The first computer game أول لعبة كمبيوتر، جيم معناها لعبة، was produced. كلمة produced معناها أنتجت. متى أنتجت؟ أنتجت في عام 1962. أنتجت في عام 1962. ركز ركز معي في اللي بدي أحكيه. فولد يعني لعبة الكمبيوتر في 62 تبعت. فولد معناها تبعت. بعد ذلك 2 years later. later معناها بعد ذلك ب 2 years. ما دام تبع بعد ذلك بسنتين يعني مش 62 64. كمان مره. The first computer game
اول لعبه كمبيوتر انتجت في 62 تبعت بعد ذلك بسنتين يعني 64 في شيء بيسموه كمبيوتر ماوس. شو يعني كمبيوتر ماوس؟ يعني فاره الكمبيوتر، يعني فاره الكمبيوتر. والله سؤال جابوه في الوزاره، والله سؤال جابوه في الوزاره، حكى لي هان ذا كمبيوتر ماوس واز برديوست ذا كمبيوتر ماوس، فاره الكمبيوتر انتجت، حط لي خيارات 62 64 66 68. طبعا 66 68 كبن برجحان كان يحكي لي اول لعبه كمبيوتر انتجت في 62 لعبه الكمبيوتر، اما فاره الكمبيوتر مش في 62، فاره الكمبيوتر مش في 62، تبعت بعد ذلك بسنتين، سنتين يعني 64 انتج مين؟ ماوس، ذا كمبيوتر ماوس. وصل وصل ان شاء الله تعالى. In 1971 في عام 1971 ذا فلوبي ديسك، تم صناعة فلوبي ديسك. الفلوبي ديسك يا جماعة بيسموه القرص الصلب، القرص الصلب المرن. القرص الصلب زمان ما كان في عنا الميموري، الفلاشات تبعت الميموري، كان في عندي قطعة صغيرة تشبه قطعة التلفون، قطعة صغيرة تشبه قطعة التلفون بالشكل التالي هيك، قطعة صغيرة تشبه قطعة التلفون، كان يحطوها في للتخزين في مكان اللي إيش مخصص لها في الديسك في الكمبيوتر. كانت تستخدم لتخزين أشياء بسيطة جدا، تستخدم لتخزين مين؟ أشياء بسيطة جدا. تطورت الكمبيوترات، تم صناعة الفلاشات، فلاش ميموري، فبطل الطالب بحاجة لمين؟ إلها، أو الإنسان بحاجة إلها. فأنا بحكي لي في 2 وين راحت ذا فلوبي ديسك، القرص الصلب واز انفنتد اخترع واتش، بحط خط تحت واتش، طبعا واتش تعود على غير عاقل، راح تفوت معنا في قاعدة في الوحدة الرابعة. واتش يا جماعة تعود على ذا فلوبي ديسك، هذا القرص الصلب مينت، يعني ذلك انه الانفورميشن، انفورميشن معناها المعلومات. ايش معنى انفورميشن؟ هيها المعلومات، ما لها استاذ، كود بي شيرد، ممكن تكون مشاركه، شير، شير معناه يشارك، بدك تحفظ لي اياها، شيرد مشاركه بين كمبيوترز. باجي بسالك سؤال، من هو المسؤول عن مشاركه المعلومات بين الكمبيوترات؟ بتحكي له استاذ فلوبي ديسك على طول، مين هو؟ استاذ فلوبي ديسك، مين؟ فلوبي ديسك، اتفقنا؟ فلوبي ديسك. طيب بنزل هان فبحكي لي السطر هذا، بحكي لي ذا فيرست بي سي. لما اسالوك شو يعني بي سي؟ احكي لي يعني بيرسونال كمبيوتر. طب شو معنى بيرسونال كمبيوتر؟ كمبيوتر شخصي. طب شو يعني كمبيوتر شخصي؟ هسه بنط طالب من الطلاب بحكي لي يا استاذ، انتبه يا محمد، طالب من الطلاب بحكي لي استاذ الكمبيوتر الشخصي انت قصدك فيه اللابتوب، بحكي له لا، شو يعني اللابتوب؟ اصحك تحكي لي اللابتوب. الكمبيوتر الشخصي هو البي سي العادي اللي نحطه على مكاتبنا جوا غرفنا جوا دورنا، مش المحمول، الكمبيوتر العادي اللي كنا نستخدمه موجود على الكمبيوترات، اللابتوب متنقل. وصلت؟ فبحكي لي ذا فيرست بي سي، الكمبيوتر الشخصي هي بيرسونال كمبيوتر واز بروديوست، كلمه بروديوست معناها انتج في 1974 1974. طب ما دام الكمبيوتر الشخصي توفر للطلاب او للناس، سو معناها لذلك بيبول كود باي، استطاع الناس باي، كود معناها استطاع، باي شراء، كمبيوترز الحواسيب تو يوز عشان يستخدمها وين؟ ات هوم في المنازل. طيب هسه روحنا على سنة الثمانينات، فبيحكي لي ان 1983 في عام 1983 بيبول الناس كود باي، استطاع الناس باي شراء اللابتوب. مش لو بيرسونال كمبيوتر البي سي لابتوب، كان محط ليش اللابتوب؟ اللابتوب شيء متنقل. فبحكي لي استطاع الناس شراء اللابتوب فور ذا فيرست تايم، وين؟ متى؟ ايوه في 83. ذن بعد ذلك روحنا على سنة 90، على سنة مين؟ 90، أجانب بريتش ساينتست، كلمة ساينتست يا جماعة معناها عالم، إيش معناها؟ عالم، من وين جنسيته؟ بريتش يعني بريطاني، ماله أستاذ؟ اسمه تيم برنرز لي، هذا اسمه، هذا اسمه، مش تحكي لي مكان سكنه، هذا اسمه، تيم برنرز لي ديفلوبد، ديفلوبد معناها طورة the first أو the world wide web. لما يسألوك شو يعني world wide web بحكي له الشبكة العنكبوتية اللي هي الانتر نت، طور الانتر نت. it was not until 2007 في عام 2007 the first smartphones appeared
في عام 2007 يا جماعة ظهرت، طبعا كلمة أبيرت معناها ظهرت، The first smartphones، أول هواتف سمارت يعني ذكية. ذكية كيف يعني أستاذ؟ ذكية يعني فيها إنترنت. Today أطلع لفوق شوية أستاذ، هاي الفقرة مصيبة، هاي الفقرة مصيبة بتنجزها بكل سهولة. Today اليوم most people، معظم الناس use، يستخدم their mobile phones، تلفوناتهم. زير عمين تعود على most people، الناس يستخدمون تلفوناتهم، لأن زير معناها هم. يستخدم الناس تلفوناتهم every day. every day مضارع بسيط، مدام every day مضارع بسيط هي استخدمنا use verb one. نروح على future، على المستقبل. فبيسألني بيحكي لي what will happen، ماذا سوف يحدث أو يحصل in the future، في المستقبل. You can already buy، راح تقدر باي تشتري watches. واحد watches، شو معنى watches؟ ساعات. للعلم يا جماعة هذا المنهاج بلش في عام 2015 او اواخر عام 2014، يعني ما كان، يعني الساعات هي دوب كانت واصلة، اللي هي ساعات أبل وغيرها، تلفون مع ساعة اخترعت زمان. فهنا بحكي لك راح يكون في عندكم ساعات، كان عندنا ساعات، هاي الساعات واتش تعود هالساعات، can do تعمل، the same، شو معنى the same؟ نفس الشيء as mobile phones، زيها زي التلفونات. scientists، العلماء، have also developed، طورة العلماء يا حبايبنا كمان. رقم اثنين glasses، glasses هي نظارات، ما اتوقع هاي النظارات لسه ما وصلتنا لنا. شو يعني نظارات أستاذ؟ هاي النظارات انا بلبس نظارة معينة، مش 3D، انا بحكيش على 3 او 4D. تلبس انت نظارة وانا بلبس نظارة، بقدر عن طريق النظارة اشوفك وتشوفني ونحكي مع بعض وانا لابس النظارة، صعب اتصلنا. هاي راح تكون capable of، capable of قادرة على doing عمل even more، اكثر من ذلك، يعني اكثر من التلفونات اللي تحكي. طيب the last one، يعني the last paragraph، آخر إشي بقول لي life، الحياة in the future، في المستقبل، is going to see، كلمة is going معناها سوف، راح نأخذ قاعدتها سي ترى. further changes، changes معناها تغييرات، further أخرى in computer technology، في تكنولوجيا الكمبيوتر، نقطة. طيب راح يجيب لي جملة أو راح يجيب لي سؤال، أعطيني الجملة اللي بتحكي إنه راح نستخدم الكمبيوتر في كل حياتنا. هايو إتس، هسافهمك السؤال، إتس لايكلي، من المحتمل ذلك، أول كل أسبكتس معناها مظاهر، إيفري داي لايف، لايف معناها الحياة، إيفري داي اليومية تبعت كل يوم، والسوف ريلي أون تعتمد على، مهم الكلمة ريلي أون، سوف تعتمد على برنامج الكمبيوتر، من كيف ترافل، نسافر، إلى هاو، كيف منازلنا بدها تكون هيتد، مدفأة، تكون مين؟ مدفأة. وصلت حبايب؟ وصلت يا أستاذي. قبل ما أفوت نحل الأسئلة مع بعض، خليني أشرح لك كيف نتعامل أنا وياك مع الأسئلة، نعرف كيف أنا وياك نتعامل مع مين؟ مع الأسئلة كلها بإذن رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أجا بكتب لي هان بحكي لي كيف نتعامل، طبعا راح نزل لك فيها ورقة عمل، بدي اشرح لك اياها ونزل لك فيها ورقة عمل، كيف نتعامل مع أسئلة الفقرات، بشرح لك اياها وبتعطيك اياها ورقة عمل، هسه بنزلك اياها باذن رب العالمين، هسه بنزلك اياها بس اخلص. حبايب نتعامل مع اسئلة الفقرات بالشكل التالي، اللي بعطيك اياها بتفهم لي اياها بتحفظ لي اياها. كلمة وات، هذول دبليو اتش، اي جملة فيهن تبدا يعني سؤال. عندي وات معناها ما او ماذا، احفظ لي اياها، هي تستخدم للسؤال عن شيء معين. عندي كلمة وير، وير معناها أين، تستخدم للسؤال عن مكان. عندي وين، وين معناها متى،
تستخدم للسؤال عن زمان. عندي يا جماعة كلمة واي، واي معناها لماذا، تستخدم للسؤال عن سبب. عندي كلمة هو، كلمة مين؟ هو معناها من، تستخدم للسؤال عن عاقل، يعني عن شخص، عن ناس. عندي كلمة هوز، هوز هوز معناها لمن، تستخدم للسؤال عن ملكية، لمن كذا كذا. طيب عندي يا جماعة كلمة which، كلمة مين؟ which، which معناها أي، تستخدم للاختيار، يعني باجي بحكي which كذا كذا، يعني أي واحد فيهم. عندي يا جماعة كلمة how، كلمة مين؟ how، how معناها كيف، وتستخدم للسؤال عن حال، للسؤال عن مين؟ حال. عندي يا جماعة الكلمات التالية بتحفظوا لي إياها: how many، كم عدد، كم مين؟ عدد. عندي how much، how مين؟ much، how much يا جماعة حلوين معناها برضو إلى معنيين، يا بحكي كم عدد يا ممكن تيجي how much كم سعر كم ثمن. طبعا ماتش تستخدم لغير المعدود، ليش لا يعد، زي السكر زي الرز زي النقود. في عندي how old معناها كم عمر، معناها كم عمر. عندي how long، how long معناها كم طول، معناها كم مين؟ كم طول. يا رب. عندي يا حلوين كلمة هاو، فار معناها كم المسافة. عندي هاو أوفن، لو قلنا أوفن عادي معناها كم مرة. هذول بدي إياك تحفظ لي إياهن، هذول بدي إياك إيش تحفظ لي إياهن يا حبيب، بدي إياهن الحفظين تحفظ لي إياهن زي اسمك. راح نزلك فيهم ورقة عمل اليوم إن شاء الله تعالى، تنزل ورقة العمل. عندي يا حلوين كمان ركزوا معي، بدي إياك تحفظ لي كلمات معينة زي كلمة find، find معناها أوجد، احفظوا لي إياها. تحفظ لي كلمة there مطلوبة، بدي إياها. ذير أنا معنيين يا بحكي عنها يوجد أو هناك، تستخدم للتعداد، تستخدم لمين؟ للتعداد. find there للتعداد. تحفظ لي كلمة according to للحفظ، معناها طبقا لي، تحفظ لي إياها. according to بديك تحفظها طبقا لي، وفقا لي، بالرجوع إلى، عادي ما في عندنا مشكلة. في عندي يا جماعة الخير يا حلوين كلمات كمان معينة، تحفظ لي كلمة explain، كلمة مين؟ explain، كلمة explain معناها اشرح للحفظ. كلمة justify معناها وضح، اشرح وضح، انا كاتب شايفين كيف، وضح معناها وضح اشرح. يا رب لك الحمد ولك الشكر. في كلمات يا جماعة، كلمات التعداد بدي اكتب لك عينة منهن، كلمات التعداد بدي اكتب لك عينة منهن، لكن موجودات بورقة عمل كلهن، بدي اياهن. تحفظ لي كلمة ways معناها طرق، تحفظ لي كلمة factors عوامل، تحفظ لي كلمة reasons أسباب، تحفظ لي كلمة causes برضو أسباب بورقة العمل، بس أنا حبيت أكتب لك إياهن عشان أوضح لك إياهن. تحفظ لي كلمة يا سيد العزيز results نتائج، تحفظ لي كلمة findings أهداف، كلمة aims كلمة goals أهداف. تحفظ لي كلمة things
أشياء. تحفظ لي كلمة difficulties، صعوبات. تحفظ لي كلمة dangers، مخاطر. هي وكلمة risks، كلمات كثيرة بس هدول بيجن في الأسئلة برضو معناها مخاطر. تحفظ لي كلمة positives، معناها إيجابيات. تحفظ لي كلمة negatives، سلبيات. هذا الحفظ يا حبايب. تحفظ لي كلمة advantages، advantages معناها إيجابيات. تحفظ لي كلمة this advantages معناها سلبيات. حبايب هذول الحفظ يا قلبي، والله بركة العمل موجود راحتك وياه، بس أنا بحب أشرح لك إياهن عشان تتوضح الأمور مني. هذول مهمات في كلمات التعداد، مهمات في كلمات مين؟ التعداد، في كلمات مين؟ التعداد يا حلوين. في أنماط أسئلة معينة، يعني راح تلاقي السؤال بيجي عليك بحكي لك cut the sentence that، برضو حطه في ورقة العمل، or which indicates. يا بيجيب لك كلمة كوت أو بيحكي لك write down the sentence which or that indicates، تشير، أو بدل كلمة تشير ممكن يحكي لي shows، تظهر. شوف نمط السؤال هذا، كلمة كوت معناها اقتبس، اقتبس سنتنس الجملة، ذات أو which indicates التي تشير. جماعة بيجي علي بيحكي لي اقتبس الجملة التي تشير إنه مثلا الكمبيوترات اكتشفت، أو برامج الكمبيوترات اكتشفت في الأربعينيات مثلا. هسا المطلوب منك أنت جوابك، ما بدي تحكي لي ليش وكيف، بدي إياك طول الجملة تروح تحملها زي ما هي، الجملة اللي بتحكي انه في العقد الاربعينيات تحملها زي ما هي وتحط لي اياها، تحط لي اياها. ما بدي تحكي لي ليش، بدي الجملة اللي بتحكي هذا الكلام، بدي الجملة اللي بتحكي له الكمبيوترات سريعة ذكية، بدي الجملة اللي بتحكي محمد ممتاز، بتحمل هاي الجملة زي ما هي، بتشيلها شيل من مكانها وبتكتبها. طبعا نمط السؤال يا بيحكي لك كوت او بيحكي لك رايت داون عادي، ذا سنتنس ويتش انديكيتس او تشوز. لكن في عندي شغلة، الجواب يجب أن يكون من النقطة إلى النقطة، جوابي بدي يكون من النقطة إلى النقطة، مش النقطة للفاصلة، كمان مرة، من النقطة للنقطة، أو من بداية الجملة لعند النقطة، من النقطة للنقطة، من بداية الجملة لعند النقطة، مش ألاقيك زهقة تحط لي الفاصلة، هي قاعد بحذرك، مش من النقطة للفاصلة، مش الفواصل، من النقطة للنقطة، قاعد بحذرك، انتبه ايش بحكي لك أنا. ممكن نمط سؤال ثاني يجي علي يا جماعة يحكي لي find، find معناها أوجد، a word، كلمة that means، بدي كلمة معناها، بكون حاط لي الكلمة هان وأنا بدي أكتب له معناها، وأنا بدي أكتب له معناها، أو what do أو does حسب مفرد أو جمع، the underlined word، طبعا word معناها كلمة، underlined تحتها خط، الكلمة اللي تحتها خط، بكون حاط لي الكلمة هان وبيحكي لي مين،
شو معناها كلمة مين أحفظها؟ معناها تعني بدي أكون حافظهن. طبعا بنتغلب فيهن، لكن أنا بدي أخليك تحفظهن معي أول بأول بإذن رب العالمين. أخليك تحفظهن أول بأول. راح يجيب لي نمط سؤال، يحكي لي What does the under lined pronoun pronoun معناها ضمير، underline تحته خط، refer to refer يشير، يعني على ماذا يعود الضمير، على ماذا يعود الضمير. تعالوا نحل مع بعض ونفهمكم مع بعض. أنا عملت شغلة تعمدت فيها إنه أول فقرة أترجم الفقرة، لكن باقي الفقرات ما ترجمت. لو سألتني ليش؟ لأنه أنت مش راح الامتحان يجيك في اللغة العربية. أنا بخاف إنه أنت، أنا ترجمت بس أول أسئلة فقرة، بخاف إنه أنت تعتمد على الأسئلة المترجمة تبطل تحفظ. فأنا إيش بحكي لي؟ السؤال الأول بحكي لي where was، where معناها أين، مدام سألك حكى لك أين يعني بدي مكان. Where was the oldest computer؟ كلمة computer computer، طب oldest أقدم، computer found، كلمة found معناها وجد. أين وجد أقدم computer؟ أين وجد مين؟ أقدم computer. تعال نروح نشوف أنا وياكم مع بعض أين وجد أقدم computer. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعوا هان ايش بحكي لي؟ اين وجد اقدم كمبيوتر؟ ما هي بحكي لي هان امتى الماشين فاوند، وجدت اون ذا سيبت ان جريس، في قاع البحر في اليونان، في قاع البحر في اليونان. هي السؤال الاول، في قاع البحر وين؟ في اليونان. هذا سؤال ماله الاول، سؤال الاول. سؤال رقم 2 بيسألني how old، how old معناها كم عمر، كم ايش عمر. the world طلع is the world's oldest computer، oldest معناها اقدم كمبيوتر. احنا حكينا اكثر من 2000 سنة، عمرها اكثر من 2000 سنة، فبطلع لفوق شوي فهانا بحكي لي عمرها كان اكثر من 2000 years old. هذا هو سؤال رقم 2. سؤال رقم مين؟ 2. بروح سؤال رقم 3 بقول لي when، متى was the first generation، كلمة generation معناها جيل، من وين جيبن؟ معنى موجودات، معاني موجودات جوا القطعة. وين متى أول جيل من المودرن كمبيوترز، الكمبيوترات الحديثة invented اخترع. بدي متى أول جيل من الكمبيوترات الحديثة ماله اخترع. تعالوا نشوف مع بعض، شوفوا حبايب هيو هاي كلمة أول جيل من الكمبيوترات الحديثة صح؟ هيو in the 1940s في الأربعينيات التكنولوجيا تطورت لصنع أول جيل من الكمبيوترات الحديثة. هيو في الأربعينيات كاملة، تنساش الأس فيها، تنساش الأس فيها. سؤال 4 بيحكي لي write down، هاي كوت، هاي كوت كوت، write down the sentence، اقتبس الجملة التي تشير انه اول مودرن كمبيوتر، اول كمبيوتر مودرن حديث was a huge. شان huge كبير، شان كبير ضخم. بدي الجملة اللي بتحكي لي انه اول كمبيوتر حديث كان ضخم، جملة بتحكي لي اول كمبيوتر حديث كان ضخم. لما اجى علي وحكى لي انه الكمبيوتر كان لارج كبير واحتاج غرفة صح؟ صح، بس جوابي بده يكون من اول من النقطه للنقطه ومن بدايه الجمله للنقطه. طبعا من النقطه للنقطه هي نقطه عندي، فجوابي بيطلع منها وان ساتش موديل، اول موديل كان لارج كبير لانه نيدد، احتاج روم غرفه مساحتها 167 متر مربع لتستوعبه من هان لهن. هذا سؤال 4. طب استاذي لو نسيت، انت بتحكي لي لو نسيت وطلعت مديت كلمه واحده صفر، تساز لو اني ما حطيتش من نقطة صفر، لو حطيت من فاصلة صفر. جوابي من بداية الجملة للنقطة أو من نقطة للنقطة، أي أنا حكيت لك، أي أنا حكيت لك. سؤال 5 بيحكي لي، سؤال 5 حبايب كوت، هاي كمان سؤال اقتباس، اقتبس الجملة which indicates التي تشير انه the first computer program، program معناها برنامج، انه اول برنامج كمبيوتر develop طورة في الأربعينيات. بده البرنامج، هو بيحكي لي البرنامج طلع، فأنا مدام حكى لي البرنامج فبدي أروح على البرنامج. طلع هنا حبايب
طلع هاي كلمة بروجرام برنامج مش جاي لهن. فبيحكي لي خلال ذلك العقد العلماء في إنجلترا طوروا أول برنامج كمبيوتر. طب أي عقد يا حبيبي؟ في الأربعينيات صح؟ ها فما تطور؟ بحكي له في الأربعينيات. فهذا السؤال كمان إيش أعطاني هذا في الأربعينيات؟ ها سؤال رقم مين؟ خمسة. بس اسمحوا لي شوي أرجع للسؤال، بدي أرجع للسؤال شوية. كوت أيام سوري كوت هذا أنا ما انتبهتش. اقتبس الجملة التي تشير إنه أول برنامج كمبيوتر طور في الأربعينيات. خليني أرجع طور في الأربعينيات. هيو نرجع هان هذا كوت. شايفين كان خسرنا علامات. أنا بدي أول برنامج طور في الأربعينيات. هيو طلعوا خلال ذلك العقد اللي هو خلال ذلك العقد يا حبايب. خلال ذلك العقد من نقطة لنقطة، هي نقطة عندي. خلال ذلك العقد العلماء في إنجلند developed طوروا the first computer program. ما هي كوت. فهذا بحكي له سؤال رقم خمسة. ممنوع تمد ولا تزيد إشي، ممنوع أبدا. سؤال ستة بحكي لي وير معناها أين. Was the first computer أول program برنامج كمبيوتر invented اخترع. وين أول برنامج كمبيوتر اخترع؟ برجع مكان اللي كنا عليه وعند كلمة كمبيوتر. هيو خلال ذلك العقد العلماء في إنجلند طوروا أول برنامج كمبيوتر. فهي جوابي إنجلند. فهذا أعطاني سؤال ستة. سؤال سبعة بحكي لي the first modern computers أول مودرن كمبيوتر يعني كمبيوترات مودرن حديثة. وير فيري سلو. أول كمبيوترات كانت سلو. شان سلو؟ بطيئة. أكتب بيس أوف إيفيدنس دليلك. إيفيدنس دليلك فروم ذا تكست من النص إنه الكمبيوترات كانت بطيئة. هيو يا حبيبي طبعا كانت بطيئة. بس خلينا أغير لك اللون. كانت بطيئة يا سيد العزيز لأنه كانت تأخذ 25 minutes 25 دقيقة لإكمال one calculation أول عملية حسابية. فهذا أعطاني سؤال سبعة. سؤال ثمانية العلماء ساينتست العلماء have invented اخترع العلماء two things شيئين related to متعلقة بالكمبيوتر في الكمبيوترات خلال الستينيات. اكتبهم. بروح يا جماعة الستينيات، بدي اروح الستينيات. في الستينيات اخترعوا شغلتين متعلقات في الكمبيوتر. هاي في الستينيات في 62 اخترع العلماء اذا بتتذكروا first computer game اول لعبة كمبيوتر، واخترع العلماء the computer mouse. هذولا كانوا في الستينيات. هذا سؤال ثمانية. سؤال تسعة ساينتست العلماء have made صنع العلماء invention اختراع. هذا الاختراع فاستنز. كلمة فاستنز معناها يسرع عمليات الكمبيوتر بروسيسز عمليات. طبعا المسؤول عن تصنيع تسريع عمليات كمبيوتر بسموه كمبيوتر تشيب. كمبيوتر مين؟ تشيب. كمبيوتر تشيب اللي هي شريحة الكمبيوتر رقاقة. سؤال عشرة بيحكي لي ساينتست العلماء صنع العلماء انفنشن اختراع ذات ميد جعل ايزير او سهل شير مشاركة الانفورميشن المعلومات بتوين كمبيوترز. طبعا جوابي فلوبي ديسك. سؤال عشرة جوابي مين؟ فلوبي ديسك. لو رحنا على فلوبي ديسك هنا طلع هان ايش كتب لي هان يا جماعة. ذا فلوبي ديسك واز انفنتد اخترع which means الذي يعني انه المعلومات راح تكون مشاركة بين الكمبيوترات. اذا جوابي فلوبي ديسك. هذا سؤال عشرة. سؤال مين؟ عشرة من هان بلشتو. سؤال 11. سؤال مين؟ 11 بحكي لي هنا what was the invention ما هو الاختراع الذي allowed السمح للناس يستخدم الكمبيوتر في الهوم. طبعا البي سي اللي هو بيرسونال كمبيوتر. بيرسونال كمبيوتر من وين جبته يا استاذ؟ هيو the first PC اول كمبيوتر
او فيرست بي سي البيرسونال كمبيوتر، كمبيوتر شخصي انتج في 74. لذلك الناس استطاعوا يستخدموا الكمبيوتر في المنزل. سؤال 11 تمام، سؤال 12، سؤال مين 12 مع بعض، سأنزل فيها شوية تمام. بسم الله. كلمة زير بتمنى انكم تحفظوها، معناها يوجد او هناك. يوجد كثير من الانفنشن، طبعا ماني معناها كثير، انفنشن الاختراعات. يوجد كثير من الاختراعات بين الخمسينيات والسبعينيات، اكتب اثنين منهم بدلفلف على الخمسينيات والسبعينيات، اكتب كل الاختراعات المطلوبة منا، بس تعال ناخذ لنا عينة منهن. بدي الخمسينيات والسبعينيات، ما هو مش طالب اربعينيات، طالب خمسينيات وسبعينيات. توك هاي اي في 58، واحد عندي كمبيوتر تشيب، اثنين كمبيوتر جيم هي في الستين، في الستينيات كمان كمبيوتر ماوس، كمان فلوبي ديسك، كمان عندي مين بي سي. طلعوا كم من اختراع، هذا اختراعات وين؟ في الخمسينيات لا الستينيات، انت بتكتب المطلوب منك فيهم تمام. وين متى has the first laptop، اول لابتوب كان available، كان متاح للكاستمرز للزبائن عشان يستخدموه لاول مره. طيب ما دام حكى لي لابتوب، هاي اللابتوب هاي في 83 بيبل الناس استطاعوا يشتروا اللابتوب، اذا في 83، في 83 باجي بكتب له 1983. يلا نروح لاخر الاسئله. بحكي لي هنا هو من طور ذا وورلد وايد ويب، الشبكه العنكبوتيه اللي هي الانترنت بوتية، الانترنت. مين طور الانترنت؟ شخص اسمه تيم بيرنرز لي. تيم بيرنرز لي، سؤال 14 طبعا. تيم بيرنرز لي هيو، لو نزلنا انا وياك شوي لتحت هيو، الشبكه العنكبوتيه حلوين، نزلنا هان هيو في 83 بيبول هيو. عندي هان بحكي لي في 90 اجاني بريتش ساينتس عالم بريطاني اسمه تيم بيرنرز لي طور الشبكه العنكبوتيه. هاي سؤال 14 15. سؤال 15 بحكي لي زير، زير معناها يوجد كثير من انفنشن، انفنشن معناها الاختراعات بين الثمانينيات والألفينيات. بدي أكتب بالاختراعات بين الثمانينيات والألفينيات، كتب لي أنا أكتب سنتين منهم، أكتب إيش سنتين منهم، ثمانينيات والألفينيات. هيو طلعوا في الثمانينيات، هاي في الثمانين اخترع اللابتوب، هاي واحدة. أوه بعدين اخترع مين اللابتوب؟ طلعوا يا جماعة اخترع عندي في الثمانينيات، الثمانينيات هي اللابتوب هي واحدة، اخترع في الثمانينيات، طلع في التسعينيات اخترع كمان الورد وايد ويب، كمان اخترع السمارت فونز هي هي في الثمانينيات والألفينيات صح؟ هذا بكتب عنه سؤال 15. سؤال 16، سؤال مين 16؟ there معناها يوجد تو فيوتشرستك، يعني من الفيوتشر معناها مستقبل، تكنولوجيز يعني تكنولوجيات مستقبليه، تكنولوجيز تكنولوجيات مستقبليه راح تكون متاحه، اكتبها تكنولوجيات مستقبليه يا استاذي. هيها تكنولوجيات مستقبليه اللي هي يا جماعه الخير بحكي اسالني وات ويل هابن ان ذا فيوتشر، راح يخترعوا الواتشز ومين ويخترعوا الكلاسز. هاي سؤال 16 الساعات والنظارات. عندي هسه سؤال 17 بيحكي لي رايت داون، اكتب الجمله التي شوز، شوز معناها تظهر، هذا كوت انه هيومنز لايف حياه البشر سوف ديبند اون تعتمد على الكمبيوترات فيري ماتش، فيري ماتش ماتش معناها كثير في المستقبل، حياه البشر بدها تعتمد على الكمبيوترات. واحنا اتفقنا هذا يا جماعه كوت، يعني من النقطه لمين؟ للنقطه، من النقطه لمين؟ للنقطه، انتبهوا عليها، من النقطه لمين؟ للنقطه. بسم الله. هيو بحكي لي هان، يلا صرت طالع هاي لون ثاني، يلا روح. بحكي لي هان اتس
لايكلي من المحتمل انه كل اسبكت مظاهر الحياه اليوميه والريلي اون سوف تعتمد على برنامج الكمبيوتر، من كيف بنسافر الى كيف منازلنا بدها تكون مدفئه. اتوقع سؤال يا 17 يا 18 لخبط انا، يا 17 يمين يا 18 يا 17 يا 18 17 17 سؤال 18 سؤال مين 18 ايش بحكي لي؟ بحكي لي فايند اوجد وورد كلمة في النص which means تعني away. طبعا لسه ما تطقوش معني بس خذوها عشان تحفظوها. طريقة ليوزنج لاستخدام numbers الأعداد in order لكي find تجد amount ناتج. هاي بتحكي لي عنها في كلمة اسمها calculation. calculation اللي هي عمليات حسابية لسه ما أخذناش بعطيكوا إياها. What does the underlined كلمة program إيش معناها؟ تركها بس أعطيك إياها لسه ما أعطيتكاش إياهن. لسه مين؟ ما أعطيتكاش إياهن. كل إشي بس أعطيك إياه بتمشي الأمور. What does the underlined there there عمين تعود؟ بتوقع لو رجعنا قلت لكم أنا there هيها جماعة هي there قلت لكم there تعود عمين على most people على most people. سؤال 19 there تعود عمين على most people. سؤال 20 بيسألني وبيحكي لي What does the underlined there حكيناها. إذن 20 ناس برجع لغات إت عمين تعود إت حكينا إذا تتذكروا على الكمبيوتر أو على الموديل صح؟ طب أستاذ ورجيني إياها. يلا بورجيك إياها. هذا بس أقلبه. هذا سؤال 20 كان إت لو طلعنا لفوق من القطعة هيا جماعة إت هيها أكان إت تعود عمين على كلمة الموديل اللي هي كلمة مين كمبيوتر. هسا في سؤال أنا حب أورجيك إياه. طبعا هذا السؤال أنا بعطوش لطلابي هسا اللي هو أسئلة critical thinking التفكير الناقد. بترك الطلاب شوي يجمعوا كل المعاني وبعدين إيش بعطيهم إياه. هيك يا جماعة الخير الله يعطيكم ألف عافية. إيش أي سؤال يسألوني نعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.